حد اللحية في الوجه. اللحية هي معروفة تبدأ من عظمة العارضين ومن عظمة العارضين وتنزل إلى الحنك، يعني إلى ما يقارب العنق، العنق التي في الفك الأسفل. فهذه اللحية الواجب أن لا يمسها العبد وأن لا يأخذ منها لا قليلا ولا كثيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وده ما كلام جماعة، ده في الدين كده. الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم قال من رواية ابن عمر: خالف المشركين أحفوا، وفي لفظ حفوا الشوارب، يعني الشنب الكثير اللي بيجي ياكل معاك ده تشيل منه خليه شوية، واعفوا اللحى. أعفوا اللحى، أعفوا ده زول قال لك اديه خمسة سيطان، وده اثنين، وده واحد، وده أعفيه، أعفيه ده اديه كم صوت؟ مش ولا واحد ولا تهبشه، خليها بس. ولك لكن كذي ما ببقى مخيف، مخيف على منو؟ تبقى هيبة يا أخ، تبقى زول هيبة. والله يا ناس عندهم هوس، يقول لك شعركم الكثير ده، وتلقاه فوق كثير، انت بس بتسرح فوق وانا تحت، يعني الفرق شو؟ انت شغال فوق وانا تحت، وانت ما عندك اجر وانا عندي اجر. فما فيها يا جماعه الناس تطبق السنه، مستهتر وصاحي يقول لك عامله زي التيس، وانت زي الغنماء يعني زي التيس. يقول لك في تيس عنده دقن واحد كذا طويله، التيس ده ما كذي واحد، لكن دي مقفله بالجنبات كلها. امشي حديقه الحيوان دي في الحاج يوسف هناك في حلة كوكو جنب الطرمبة، مش خش تلقى الأسد، شوف عنده دقن ولا ما عنده، قاعد تلقى المعلم قاعد والدقن مرات هبيشة ذاته شغلته الشغلة دي ما حقت، مستهتروا بالدين زاي. والله منظره ذاته جميل، يا كل يومين الزول شايل له عمود وقامت شوية وفيها أكولة، خليها زاي، أنت مالك مال أكولة، جيب لك زيت زيتون جيها بس تبقى جميلة تلمع من بعيد، منظرك ظريف وجميل وهيبة، زول دين وبنات ما بقربا منك، ولك يا زول ده بدقن، لكن كذب خشوا فيك ساي. فأنت الله الذي لا إله غيره يقول لك بدقن، وجنب في المقعد ما بتقعد جنبك، تقعد براك في المقعد ده بجاي فاضية، لما نجي ودبرك زيك يقول والله تقول لك ما ده قاعد، بيكون عندك ما شاء الله اصلا بيكون عندك حاجز طبيعي، امورك واضحه. يا ابوك يا اخي والله انا في ناس اكبر مننا في السن، ولك تفضل يا عمنا، وهو يقف على حيله ويقعدك انت، وانت وهو بيكون عمنا هو ذاته، لكن في النهايه شنو؟ فلذلك انت تطبق السنه، ما تشتغل بالناس، ما تشتغل بالناس، تخليك زول زول. قال لك الرسول كلام قوله طبقه طوالي صلى الله عليه وسلم. انا والله مره في القضارف واحد قلت له يا عمنا لو الرسول حي صلى الله عليه وسلم وجاك قال لك انا ماشي اتعشى معاك، رايك شنو؟ ما بتكرمه؟ قال لي كيف يا الله يكرمه طوالي. قال قلت له طيب بعد اتعشى معاك الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك اللحيه دي ما تهبشها، انت ثاني بتحرقها؟ رسول عديل في البيت جاك وقال لك اللحيه دي ما تهبشها، بتهبشها ثاني؟ لا انا ما بحب. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال واعفوا اللحى ومات، انت بعد مات ليه تخالفه صلى الله عليه وسلم؟ انت ما تتبعه؟ وبعدين مجتمع ذاته فيه تناقض، والله الذي لا اله غيره، وغريب هسه زول يتابع له لاعب كوره ما بيسالوه، ينطط زي بتاع الكوره ويسوي شعره كذي فوق نيمار يخلوه زي لك الزول ده نيمار يا اخي، ده منمره بجنبه، وذاك بغادي يتابع له مصارع يخلوه زي توطح بالباب وبشم وحديد، تلقى من مخبازه لباسطه يقول لك ما كبرا، اها كبرا دار تعمل بين شنو انت. واحد ثالث يتابع له حزب معين، جيب بي قدام وجيب بي ورا ما عارفون دار يشيلوا فين شنو، وطاقيه كيف يخلوه زي. واحد ثالث تلقاه لابس برمودا لا في الداخليه ما بيزعلوا، يقول لك اوه برمودا كيف ان شاء الله كيف اصبحتوا ملعوزين منه ذاته.
انت تجي الرسول قال عفو له حتى عافيه يصروا لك يقول لك اها بقيت معاهم ولا شنو؟ يجوك والله. واحد من اخواننا في الداخليه دي قبل كم سنه اظن 2010 ولا 2009 ما بعرفه هنا دي الزول عفى لحيته ناس الغرفه كرهوه وهو ما اظن ما كان عارف اسمي ولا شنو قاعد يقول لي زولي جاني قال لي يا زولي الناس اللي كرهوني يا اخي يا اخي واحد يقول لي انا متبرع بحق الموس والثاني يقول لي يا زولي دار لا تبرع ما يخلوا ما يريحوا عشان طبق السنه يقول لك هجا ومشى وكذي ويلاوزوا منك ها بدقن جا وما زول سوداني زيك انت قال انا مصدر ولا مستورد ما زول زيك باكل فته زيك ما فيها شنو. فلذلك يا جماعه الناس تطبق الدين ما تشتغل بهم عافية قول له والله شوف الرسول قال عفوها بنعفيها لو قال اقطعوا اضان وخلوا اضان مين اقطعها طوالي جاهزين لكنه ما قال اقطعوها.